حالة من الهدوء الحذري يعيشها مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا. خفت صوت البنادق وإن جزئيا لصالح مساعي تثبيت وقف إطلاق النار. القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، وبعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني، دان المعارك ووصفها بالعمليات المشبوهة التي لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية. احنا موقفنا إدانة كل الاشتباكات ووقف إطلاق النار فورا وتحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، وعمل أي عمل داخل الشعب الفلسطيني أمني أو غير أمني بيكون بالحوار وبيكون بالتوافق وبيكون بالتفاهم. بدوره أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاستعداد الفوري للتهدئة ووقف إطلاق النار. مستعدين على الفور للتهدئة وقف إطلاق النار مع هؤلاء الخارجين عن القانون، ومستعدين أن نتحمل في سبيل أمن واستقرار المخيم. مدينة صيدا تلملم آثار الاشتباكات داخل المخيم بعد أن طالها جزء من الرصاص الطائش والقذائف الصاروخية. فعاليات المدينة دعت الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها. ميدانياً عم بيصير في خلل نتيجة تداخل موجود بقلب المخيم، وبالتالي يعني الأمر محتاج لمزيد من المتابعة الميدانية، مش بس يعني ما يتخذ بالاجتماعات من قرارات وتوجهات وكذا، المطلوب متابعة ميدانية. وبحسب مصادر طبية فلسطينية بلغ عدد ضحايا الاشتباكات في أسبوع واحد فقط 18 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب. تفيد الإحصاءات الواردة من داخل المخيم عن نزوح أكثر من 50% من سكانه، البالغ عددهم نحو 65,000. آلاف باتوا نازحين في بلد اللجوء، لتضاف إلى معاناتهم معاناة وتزداد على مآسيهم مأساة. أحمد شلحة، تريتي عربي، صيدا، جنوب لبنان.